بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأشرح لكم كيفية تشغيل تطبيق أو برنامج سموث بورد، وهو برنامج مخصص للسبورة التفاعلية البديلة. بعدما نقوم بتسطيب البرنامج وقيام بعملية تكريك أو عملية كراك لهذا البرنامج، تظهر لنا هذه الأيقونة كما هي في الصورة. نضغط مرتين لفتح هذا البرنامج، ثم بعد ذلك تظهر لنا هذه النافذة ونقوم بعملية تقوم بعملية البحث عن جهاز لوي. كما هو في الصورة هنا، نقوم بالضغط على جهاز لوي في أثناء عملية البحث عن هذا الجهاز. نقوم بالضغط مرتين أو ثلاث مرات مع بعض في الرقم الأول والرقم الثاني مع بعض، حتى يتم تشغيل أو اتصال ما بين الجهاز وي وبرنامج سموث بورد. الآن أقوم بعملية الضغط على كلا الزرين، زر رقم واحد والزر رقم اثنين مع بعض، ليتم اتصال مباشرة مع البرنامج. الآن قد تعرف البرنامج على الجهاز، وهذا هو عنوان الجهاز الذي تم أو الذي سيتم اتصال به. وما زلت أضغط على الرقم واحد واثنان. الآن قد اتصل مباشرة الجهاز الوي أو ريموتس الوي موتس مع البرنامج. ننتظر قليلا حتى يدخل البرنامج إلى الصفحة التالية كما هو مبين في الصورة. تظهر لنا نافذتين، النافذة الأولى على اليسار والنافذة الثانية على اليمين. النافذة الثانية على اليمين هي مجموعة أدوات فقط لتحويل سطح المكتب إلى سبورة تفاعلية، وفي بعض الأزرار التي يمكن الاستفادة منها فيما بعد. ما يهمنا هنا في هذه الشاشة، ما يهمنا في هذه النافذة هو عملية معايرة الجهاز الوي عن طريق هذا الزر Quick Calibration. Quick Calibration Remote Button A، أو بالضغط على زر في الجهاز الوي. هذا الزر في الجهاز الوي فيه حرف الـ A بالإنجليزية، أو عملية ضغط على هذا الزر هنا لنقوم بعملية المعايرة. تظهر لنا هذه الشاشة، وهي شاشة معايرة الشاشة العامة. نضغط على النقطة هذه الموجودة هنا، نقطة زائد بقلم الـ AR، ويكون جهاز الوي في مقابل الشاشة. نضغط هنا ثم تنتقل نقطة إلى أخرى المرحلة الثانية. هكذا، ثم النقطة التالية، ثم النقطة الأخرى، ثم النقطة الأخيرة، إلى حين معايرة الشاشة. وبالتالي أصبحت الشاشة هنا شاشة لمسية عن طريق قلم الـ AR أو قلم الإشعاعات الحمراء. يمكن أيضا استخدام النافذة الثانية في عملية تحويل السبورة أو الشاشة إلى شاشة بيضاء تماما. مثلا نضغط على هذا الزر، ثم نقوم بضغط على زر الخطوط ونكتب أي شيء هنا عن طريق الرجوع في زر الرجوع مثلا، أو اختيار الخط، عمق الخط وفخامته. هنا أشكال هندسية مثلا، كل الألوان، اختيار اللون، الأشكال، هنا الممحات، قم بمحي ما كتبناه. هنا أيضا هناك أشكال أيضا، يا ترى أين هي الأشكال؟
نعم، هذه ما كل ما يجب فعله في عملية تشغيل برنامج صبورة تفاعلية واتصاله مباشرة مع جهاز الوي. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.